بنفسك؟ انا حنان الضبع صحفيه ومن محافظه السويس حقيقه، وانا كنت موجوده من احداث 25 يناير الى الان و28 يناير، وشايفه الحقيقه كل التعليقات اللي تمت من خلال الامن ان كل مصابي السويس وكل شهداء السويس هم بلطجيه وقتله وناس اصحاب قضايا قديمه. الحقيقه كل الكلام ده كلام خاطئ، وان كان صحيح فده ليه يد الشرطه، ليها يد داخل ليها يد فيه الحقيقه، ومش بعيد قوي عن الشرطه ان هي تحط جرائم او جرائم للشهداء علشان تظهر الصوره بتاعتهم ان هم ناس مجرمين والناس بلطجيه، والحقيقه ده غير صحيح. اما ما يحدث الان وما حدث بان هم اطلقوا سراح وافرجوا عن الضباط اللي هم في الحقيقه هم اللي قتله، وكنا كلنا شايفينهم بعينينا وهم بيضربوا الشهداء دول بالنار، فده حاجه الحقيقه انا شايفه ان هي من الاعمال اللي هتخلي الثوره تتاجج من جديد، لان احنا في السويس ما عندناش استعداد ولا تسامح في ان الضباط دول لا يتم محاكمتهم او يتم الافراج عنهم، ولا نتسامح في حق الشهداء ولا نتسامح في حق المصابين. والحقيقه احنا كشعب السويس بنبلغ قياده الجيش وبنبلغ القضاء وبنبلغ كل مسؤولي الدوله ان احنا لن نصمت على هذا الظلم، مش هنسكت عليه حتى وان اضطررنا ان احنا نعمل ثوره جديده. شكرا.